أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه المتقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ونعمته وكرمه ولطفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته، وأن ينشر علينا من خزائن رحمته، وأن يذكرنا ما نسينا، ويعلمنا ما جهلنا، ويجعلنا بالعلم عاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان حديثنا فيما سبق وما زلنا فيه عن مفسدات الصيام على حسب القواعد الأربع: إدخال داخل وإخراج خارج والجماع وكبائر المعاصي. انتهينا من ثلاث قواعد، وبدأنا في القاعدة الرابعة التي هي كبائر المعاصي. كبائر المعاصي من الأمور المستقبحة الشنيعة التي لا بد أن يكرهها المؤمن. لماذا ينبغي أن يكرهها المؤمن؟ لأنها تؤدي إلى نار جهنم، إلى الخلود في النار. فمن كان في قلبه ذرة من الخشية من الله سبحانه وتعالى، ذرة تكفيه ذرة من الخوف من الله سبحانه وتعالى، يتجنب هذه الكبائر، لأنها طريق إلى جهنم والعياذ بالله. والأمم السابقة ما أهلكها الله سبحانه وتعالى وقص علينا ذلك في كتابه العزيز إلا بما اكتسبوا من الذنوب. فعلى الإنسان أن لا يستهين بهذه الذنوب والمعاصي، بل إن العلماء قالوا لا توجد صغائر وكبائر. إذا نظر الإنسان إلى من يعصي، فأنت تعصي عظيم، تعصي عظيم، تعصي الله عز وجل رب العالمين، خالق هذه الكون ومدبره وخالقك. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أنت تعصي عظيم، ولذلك معصيتك عظيمة، ولا بد أن تستعظمها، لا بد أن تشعر إن عصيت ربك أنك على خطر، وكأن جبلا سيقع عليك ويفتك بك ويدمرك ويهلكك. للأسف الشديد نجد أن كثيرا من الناس يستهينون بالمعاصي، يستهينون بها ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمون إنما هي ساعة أقتها الله عز وجل ووقتها وسماها عنده، تقبض فيها الروح وتنتهي فيها حياة هذا الإنسان، هذه الحياة الدنيا. ولا يأخذ من الدنيا شيء، فقط تلك الأعمال، وينظر إلى إيمانه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، تقرير من الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان، إن هنا أداة تقرير، مبدأ. إن الإنسان، أي إنسان، أي إنسان أيا كان، لفي، وهذا أسلوب تأكيد، لفي يعني أمر مؤكد، لفي خسر، في خسارة عند الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، هنا الاستثناء فقط، إلا الذين آمنوا وبدأ بالإيمان. ولا بد أن يكون الإيمان صحيحا،
صادقا نقيا خالصا لله سبحانه وتعالى، متكاملا بحسب ما جاءت به الرسل ودعت إليه، وبحسب ما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد ذلك تأتي الأعمال الصالحة التي هي مبنية على أساس من الإيمان، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن لم تكن منهم أيها الإنسان فلا تأمن الفلاح ولا الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قرر الخسارة: إن الإنسان لفي خسر. إن لم تكن من تلك الطائفة فلا تأمل شيئا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى، ومن يحتقر الصغائر يستمر عليها ويصر عليها. والله سبحانه وتعالى وصف الذين يستحقون الجنة من المتقين والذين ينالون المغفرة من عباده أنهم إن فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما عملوا وهم يعلمون. نعم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقضية المعاصي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. تجد العجب العجاب في أمر الناس، واحد يقول مثلا: ترى أنا في المسجد، ما أريد أتكلم أنا الحين في المسجد، خليني بس أخرج من المسجد أعرف كيف أتكلم. أنا الحين متوضي الحين، أنا ما أريد أقول شيء، بس خلي لو كنت ما متوضي بعرف لك بدواتك. الحين نحن في شهر رمضان صايمين الحين، خلي بس يخلص شهر رمضان أعرف كيف أنا أسوي. أين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان في ابتلاء وفي اختبار من الله عز وجل. هذه المحطات محطات للتزود بالتقوى، بالعبادة، بمضاعفة الحسنات والأجور، وليست استراحة من المعاصي ثم بعد أن تنتهي هذه الاستراحة يرجع الإنسان إلى المعاصي واقتراف الذنوب. لا، الله سبحانه وتعالى محيط بعباده، وسخر ملائكة، هذه الملائكة سخرهم ليكتبوا، والله سبحانه وتعالى عالم بما يقترفه الإنسان، ولكن سخر هذه الملائكة لكي يستحي الإنسان منهم، لأنهم خلق من نور كرام يفعلون ما يؤمرون، يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، وهم على الإنسان حافظين يسجلون ويدونون. فاستحي من رب العالمين أيها الإنسان، واستحي من هذه الملائكة. عندما نتناول الشق المتعلق بالجانب الفقهي لهذه المعاصي وعلاقتها بالصيام من حيث إفساده، ينبغي للإنسان أن يدرك خطر الكبائر ويدرك خطر المعاصي بشكل عام على حياته وعلى مآله عند الله سبحانه وتعالى. المعاصي أيها الإخوة يقترفها الإنسان مع رب كريم حليم. الله سبحانه وتعالى كريم، كيف تعصيه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن الله سبحانه وتعالى إليك، فكيف تعامله بالإساءة؟ كيف تعامله بالإساءة؟ أنت إذا واحد أعطاك هدية قالك تفضل هذه الهدية، تشل عليه بكف تعصيه؟ تفتك به؟
حتى. إنسان لئيم، إنسان سيء، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء لهذا الإنسان، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت في نعم عظيمة لا تستطيع أيها الإنسان أن تحصيها وأن تعدها عدا، لا تستطيع، نعم كثيرة جدا جدا جدا، فما لك إلا أن تشكر ربك وتذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. نكتفي بهذا القدر في هذه الدقائق، ومن الجلسة القادمة سندخل فيما يتعلق بالمسائل الفقهية حول كبائر المعاصي وعلاقتها بفساد الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله.